جديد لنجم سهرتنا يوري مرقد بعنوان أمانة. زقف كبير. يلي انت ناوي على الفراق خليني اتملى في عينيك هتسيبني ادوب من الاشتياق حرام عليك انا قلبي مش قد الحنين يلي في هواك عشت الحياة طب بعدك انت ححب مين واحلم معاك انا عايزك تفتكرني ولو دقيقة في كل يوم ده اليوم من غير لقانا سنين كتير ما بتنديش وازاي في البعد عنك عيني حتفكر وعدني مهما تكون بعيد او حتى وقت فراقنا طال من بعد ما تحبش جديد ولا في الخيال اياك تقول كلمة وداع كلمة وداع يعني العذاب مش عايز احس اني في ضياع بعد الغياب وهالأغنية لأول مرة أغاني من عمله الجديد اللي كلنا ناطرينه. أما هلأ
راح